مأساوية للغواصة السياحية تايتان بعد العثور على حطامها قرب حطام تايتانيك. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تعلن إرجاء المحادثات بشأن السودان. مشروع قرار أمريكي يعتبر استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا مأساويا للهجوم على الناتو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. أعلن خفر السواحل الأمريكي وشركة أوشن جيت مقتل جميع أفراد طاقم الغواصة تايتان، وقال خفر السواحل إن الحطام يدل على انفجار داخلي في الغواصة، واصفا الانفجار بالكارثي. نفى المسؤول الأمريكي سماع أي صوت انفجار أثناء عمليات البحث، وأشار إلى أن حطام الغواصة تايتان اكتشف على بعد 500 متر فقط من السفينة تايتانيك، ورجح أحد مؤسسي الشركة أن يكون الانفجار قد وقع بشكل فوري بسبب الضغط. واستبعد خفر السواحل اصطدام الغواصة تايتان بحطام السفينة تايتانيك. هذا الصباح اكتشف جهاز يتم التحكم فيه عن بعد حطام الغواصة تايتان، ويبعد حوالي 1600 قدم عن حطام تايتانيك في قاع المحيط. ثم اكتشفنا لاحقاً المزيد من الحطام، وبالتشاور مع الخبراء فإن الحطام دليل على فقدان الغواصة، وبناء على ذلك أبلغنا أسر الضحايا ونعرب لهم عن تعازينا الحارة. قال المغامر البريطاني كريس براون إنه انسحب من الالتحاق برحلة الغواصة تايتان بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، رغم حماسته للنزول للأعماق ومشاهدة حطام السفينة تايتانيك. أجزاء الغواصة التي رأيتها في الاختبار في جزر البهاما بدت رديئة بعض الشيء. كانوا يستخدمون الأنابيب الصناعية في القطع الخاصة باتزان الغواصة، واستخدموا وحدة تحكم إكس بوكس للتوجيه، والإضاءة كانت سيئة والمساحات كانت صغيرة وضيقة. لم أكن سعيدا ببعض التصميمات التي اعتقدت أنها تشكل خطرا وشيكا. رفضت الحصول على أي شكل من أشكال الشهادات، ويبدو أنه لم تكن للشركة نية الحصول على شهادة للنزول إلى تلك الأعماق مرة واحدة، ناهيك عن عدة مرات. رحلة الغواصة تايتان بدأت صباح الأحد 18 يونيو. انطلقت من مدينة سان جونز الكندية باتجاه موقع حطام سفينة تايتانيك المستقرة بقاع المحيط الأطلسي على مسافة 3800 متر تحت مستوى سطح البحر. فقدت الإشارة الملاحية بعد ساعة و45 دقيقة من بدء الغوص. ركاب الغواصة تايتان هم الملياردير هيمش هاردينغ، رجل الأعمال البريطاني شهزاد داوود وابنه سليمان، المستكشف الفرنسي بول أونري نارغوليه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت رش ستوكتون. مخزون الأكسجين بداخلها كان يكفي ل96 ساعة، أي 4 أيام، ما يعني بأنه نفذ في الساعة 12 بتوقيت غرينتش في 22 يونيو. أثار رسم كاريكاتوري للفنان بيتر بروكس ونشر على واجهة صحيفة التايمز أثار موجة جدل بعد أن قارن الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ الغواصة تايتان مع تلك الجهود التي بذلت لإنقاذ قارب المهاجرين في المتوسط. قالت نجلة أممية إن الحل هو توفير ممرات آمنة لمن يستحق اللجوء، وإلا سيواصل البحر ابتلاع مزيدا من الجثث. وسط جهود دولية مكثفة لإنقاذ الغواصة تايتان وانتشالها من قعر المحيط الأطلسي، تطل صحيفة ذا تايمز البريطانية بهذا الرسم الكاريكاتوري ليذكر العالم بأن قارب صيد بائس غرق في نفس الأسبوع وما زال بانتظار من يخرجه من قاع المتوسط.
الرسم أثار جدلاً بين من يفسر اهتمام العالم بتايتن، بينما المهاجرون 500 بالتأكيد ماتوا في جوف القارب الغريق. آخرون رأوا في الأمر انحيازاً دولياً للأغنياء والشركات الكبرى على حساب الفقراء، الذين عرضت كل من فرنسا وألمانيا على تونس مبلغ 25 مليون يورو لوقف تدفقهم من أفريقيا إلى أوروبا. أما تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ولا نقبل أيضا أن نكون بلدا للتوطين. وكانت لجنة أممية قد دعت لتعاون إفريقي عربي أوروبي لإيجاد حلول دائمة لتدفق اللاجئين، بما في ذلك توفير ممرات آمنة إضافة لعمليات البحث والإنقاذ السريع مثل تلك التي تحدث مع الغواصة تايتن. أفادت مراسلة العربية بأن الوفد الأمريكي الذي يشارك في تسهيل المحادثات السودانية غادر جدة على أن يعود بعد عيد الأضحى بأفكار جديدة، فيما لا تزال باقي الوفود موجودة في جدة. أعلنت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية أن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان لأن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود، وأبلغت في لجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بأن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة. لقد استطعنا وقف إطلاق النار للحد من مستوى العنف والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية. لم يتم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل على الرغم من أنهم سمحوا بنقل المساعدات الإنسانية، ومع ذلك فإننا أجلنا أمس هذه المحادثات لأن الصيغة التي نريدها لا تحقق النجاح المرجو. كانت المعارك في السودان تجددت بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولجأت القوتان إلى استخدام المدفعية الثقيلة والطيران الحربي، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء هدنة استمرت 3 أيام. ومع اتهام الجيش السوداني للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو بشن هجوم على موقع لقواته بولاية كردفان، طفى على السطح موقع الحركات المسلحة في السودان من الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي مستشفى الفاشر بولاية شمال دارفور يعاني الطاقم الطبي بسبب النقص الحاد في الكوادر الصحية والمعدات الطبية مع استمرار تدفق المرضى والمصابين إلى المستشفى. جولة قصيرة في مستشفى الفاشر الجنوبي في ولاية شمال دارفور تعكس الوضع الكارثي الذي وصل إليه السودان. هنا يتلقى المرضى والمصابون العلاج في أروقة المستشفى وباحاته الخارجية، فلا أسرة كافية لاستيعاب العدد الهائل من الجرحى، وقد أضحى المشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في الولاية. المصابون غالبيتهم من المدنيين الذين أصيبوا برصاصات طائشة، وكثيرون منهم من الأطفال. هذا بالإضافة للمرضى الذين جرى تحويلهم من المشافي الأخرى بعد أن أغلقت أبوابها بسبب القتال.
مضروب بكلبة نارية، والآن في مستشفى جنوبي، خدمات كويسة جدا ما شاء الله، الأدوية متوفرة، في بعض الأدوية ما موجودة. قبل تدهور الأوضاع الأمنية في السودان، كان مشفى الفاشر المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود مخصصاً للتوليد، وبالكاد يملك أي قدرات لإجراء عملية جراحية. لكن المعارك العنيفة والأوضاع الإنسانية الصعبة استدعت العاملين هنا لتقديم الرعاية الطبية الممكنة لمن يحتاجونها، رغم تجاوز الطاقة الاستيعابية وشح مساعدات الإغاثة الطبية. لقد حسي نحن لسه عندنا تحدي كبير جدا في المستشفى. التحدي بيتمثل في انه في نقص صحات في 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 الأدوية والمحاليل وغيرهم، بالرغم من انه في عربية وصلت امبارح مع القافلة الطبية اللي جات من بورسودان نزلت. لكن الأوضاع الصعبة في القطاع الصحي بالولاية دفعت بالعديد من الأطباء المتخصصين في الجراحة للالتحاق بالمستشفى، فضلاً عن عشرات المتطوعين. ما نحن علمنا بالحاجة اللي حصلت، جينا وطوعنا في المستشفى وبادرنا عشان أحنا، والمستشفى والله فعلاً كان فيها معاناة شديدة، لكن الحمد لله كشعبي متضامن ومتآخي ومصافي ومصالح، الناس دي كلها جات وساهمت ووقفت، يعني وقفة كانت وقفة رجل واحد فعلاً. ومع استمرار القتال وعدم التزام الأطراف السودانية بالهدن الكثيرة المعلنة، تؤكد المنظمات الدولية أن الوضع الصحي والإنساني من سيء إلى أسوأ، مع صعوبة توصيل المساعدات أو تقديم الخدمات إلى معظم مناطق البلاد. يارا فارس، العربية. أكدت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا إليونا سينينكو في بيان لها أن 20% فقط من المؤسسات الطبية في السودان ما زالت في الخدمة حاليا. أوضحت سينينكو أن الرعاية الصحية تواجه مشاكل في إمدادات الكهرباء والمياه النظيفة، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة في البلاد. أضافت المسؤولة الأممية أن الصليب الأحمر تمكن من إيصال المساعدات والمستلزمات الجراحية إلى 10 مستشفيات في الخرطوم وثلاثة مستشفيات في إقليم دارفور. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرئيس التونسي يقول لصندوق النقد الدولي أن شروط الدعم المالي تهدد بإثارة اضطرابات أهلية. أهلا بكم من جديد. أعد سيناتور الجمهوري لينسي غراهام مشروع قرار ينص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أمرا مساويا للهجوم على حلف الناتو. قال السيناتور الجمهوري خلال مؤتمر صحفي إنه سيكون وفق المشروع رد واسع النطاق من الناتو في حال استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا، وأن موسكو ستكون بحالة حرب مع الناتو في هذا الحال. أعلن مسؤولون غربيون لشبكة CNN أن الهجوم المضاد الأوكراني في مراحله الأولى كان أقل نجاحاً. أشار البيان إلى أن القوات الروسية أظهرت كفاءة أكبر مما توقعته التقييمات الغربية. ووفقاً للتقديرات الغربية، أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها محصنة جيداً، مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها. وعلى الرغم من التقييم الأولي للهجوم المضاد الأوكراني، أوضح المسؤولون بأن الولايات المتحدة وحلفائها ما زالوا متفائلين بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق مكاسب إقليمية في حربها ضد روسيا. من جهته، قال الرئيس الوزراء الأوكراني إن حقول الألغام الروسية أبطأت تقدم الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن القوات ستنفذ عمليات هجومية ذكية تستلزم وقتا لتظهر نتائجها.
لسوء الحظ أثناء استعدادنا لهذا الهجوم المضاد كان الروس يستعدون أيضا لذلك. هناك الكثير من حقول الألغام مما يبطئ التقدم. نحن ننقذ كل جندي من جنودنا وسنقوم بعمليات هجومية ذكية ما قد يستغرق وقتا، لكننا نتقدم في الهجوم المضاد. يجب أن نصبر وسنرى النتائج، أنا متأكد من ذلك، ونحن جميعا متفائلون تماما بتحرير كل أراضينا التي يحتلها الروس. رغم أنه لم يكمل شهره الأول بعد، إلا أن هجوم أوكرانيا المضاد غرق بين تقييمات متفاوتة للفشل والنجاح. رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال حذر من أن الهجوم المضاد لبلاده ضد روسيا سيستغرق وقتا، خاصة وأن الروس استعدوا له بزرع الكثير من الألغام، ما جعل تحرك القوات الأوكرانية أبطأ. خطوة سبقها إيقاف مؤقت للعمليات الأوكرانية المضادة، وهو ما بررته كييف بإعادة ترتيب تكتيكاتها على الأرض. كما أن اعتراف رئيس الوزراء الأوكراني بالمعضلة التي تواجه حلم بلاده بتحرير أراضيها ليس الأول، فقد سبقه تأكيد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم في ساحة المعركة كان أبطأ مما خطط له. أما روسيا التي أثبتت المعطيات قوة موقفها من ناحية العدد البشري والأعداد العسكري، فلم تتوانى عن السخرية غير المباشرة من الهجوم الأوكراني المضاد، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً أن موسكو لاحظت هدوءاً في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، وأن كييف تكبدت خسائر فادحة في هجمات الجنوب. وذهب وزير دفاعه سيرغي شايغو في الاتجاه ذاته، إذ أكد أن القوات الأوكرانية تقلصت عملياتها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها، وأنها تعيد حاليا تجميع قواتها. الخبير الأمني والرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الإستونية راينر ساكس لفت إلى عدم رضا المسؤولين الأوروبيين عن الهجوم الأوكراني المضاد ودهشتهم من نجاعة التكتيكات الدفاعية الروسية. لكن أياً كانت حقيقة الموقف الأوكراني العسكري، فإن كثيراً من المحللين العسكريين يرون أن الحكم على مدى نجاح الهجوم المضاد قد يستغرق أسابيع أو أشهر وليس أياماً كما يحدث الآن. أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد المدير العام للصندوق النقد الدولي بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية. جاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أوضح أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي والتي ليس لها ثمن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل تغيير المعادلة الأمنية. أضاف نتنياهو تعليقا على القصف الجوي لسيارة في جنين في الضفة الغربية لأول مرة منذ عقدين، قال إن إسرائيل ستواصل استخدام سلاح المفاجأة. أضاف أن المستهدفين كانوا في السيارة يخططون لهجمات. ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين إضافة إلى عودة الاغتيالات الإسرائيلية بواسطة الطائرات قد يفجر مواجهة فلسطينية شاملة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، رغم غياب مقومات استمرار ونجاح الفلسطينيين بإشعال انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية بحسب الخبراء. بعد غياب عقدين تقريباً تعود الطائرات الإسرائيلية لتنفيذ مهمات تصفية المسلحين الفلسطينيين لتجنب المغامرة بحياة الجنود الإسرائيليين عقب نجاح الفلسطينيين بتفجير وإعطاب 7 مركبات مصفحة دخلت مخيم جنين بداية الأسبوع الحالي. الأمور مرشحة على كل الاحتمالات في ظل العدوان الشامل والحرب الشاملة التي تقوم بها الاحتلال سواء جيشه أو قطاع مستوطني ضد شعبنا الفلسطيني. نحن نشهد موجات انتفاضية الطابع متلاحقة، ولكن تحول هذا الوضع إلى انتفاضة شاملة جماهيرية أعتقد أنه غير ممكن في المدى المنظور على الأقل لأسباب عديدة. أولها لا يوجد قرار وطني بالذهاب إلى هذا الخيار من قبل السلطة الفلسطينية، وثانيا هناك انقسام
داخلي يعيق التوافق على استراتيجية شاملة تدعم هذه الانتفاضة وبنى مؤسسية تضمن مواصلة العمل الانتفاضي. وإضافة إلى ذلك هناك العامل الإسرائيلي الحاسم الذي يمنع تطور هذه الانتفاضة. يدرك الفلسطينيون تماما حجم التهديد المقبل عليهم، بدءا من تشديد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وليس انتهاءا بتنامي قوة المستوطنين الذين يعملون بين الفينة والأخرى على فرض وقائع جديدة على الأرض ويرغمون الجيش الإسرائيلي على حمايتها. لذلك يبحث الفلسطينيون ولو بشكل شعبي عن سبل لحماية أنفسهم، ومنها احتمالية هبة جماهيرية واسعة قد تتحول إلى انتفاضة مسلحة. الفلسطينيون في جنين غيروا قواعد اللعبة مع الجيش الإسرائيلي بتفجير أكثر مركباته تحصينا، وكان الرد الإسرائيلي في جنين أيضا بإعادة الطائرات إلى فريق الاغتيالات بعد غياب دام أكثر من 18 عاما. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، العربية. في تصريح صوتي خاص للعربية قال نجل هانيبال معمر القذافي إن العائلة قلقة على صحة والده هانيبال في لبنان بعد نقله للمستشفى، وتحمل عائلة القذافي السلطات اللبنانية مسؤولية سجن والده لثمان سنوات بجرم لم يرتكبه، على حد قوله. أنا ابن الكابتن هانيبال معمر القذافي، وأنا نشعر بالقلق الشديد لوالدي دخوله المستشفى البارحة بسبب تدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام لمدة 14 يوم. صراحة أنا نحمل كامل المسؤوليات إلى السلطات اللبنانية والقضائية إذا حدث أي شيء لوالدي المسجون منذ 8 سنوات ونصف ظلما، وأريد أن أعرف أين العدالة الإنسانية لشخص يعاقب لجرم لم يقم به. على موقع downdetector.com لمتابعة العطال على الانترنت إن موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت وخدمة يوتيوب تي في تعطل لدى آلاف المستخدمين، وأظهر الموقع أن هناك أكثر من 13,000 بلاغ من المستخدمين عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب منذ منتصف الليل بتوقيت غرينتش ليوم الجمعة. كذلك أشار الموقع إلى أكثر من 3,000 بلاغ بشأن يوتيوب تي في. يبدو أن عملاقي مواقع التواصل الأكبر عالمياً تويتر وفيسبوك قررا أن يتصارعا بل تعهدا بالنزول إلى حلبة الملاكمة. المزيد في هذا التقرير. نزال فريد من نوعه انتقل من الفضاء الإلكتروني لساحة الملاكمة، بطلاه عملاق التكنولوجيا. طلب كان عنوانه التحدي. إيلون ماسك يدعو عدوه اللدود مارك زوكربيرغ إلى منازلته على حلبة الملاكمة. ماسك اختار تويتر المنصة التي يملكها لإرسال دعوته، أما زوكربيرغ فسارع للرد على منافسه المرتقب من خلال منصة إنستغرام المملوكة له. ماسك لم يتأخر في تحديد الموقع فيغاس أوكتاغون في إشارة إلى مقر الملاكمة في لاس فيغاس نيفادا. العصفور الأزرق أم الإنستا، من لديه الحظوظ الأكبر في الفوز؟ في عالم التقنية كلا المنصتين تحظيان بشعبية واسعة، لكن على أرض الملاكمة الشروط مختلفة. ما بين ماسك وزوكربيرغ فارق عمري وبدني، ماسك في 52 من عمره، أما زوكربيرغ فيصغره بسنوات إذ يبلغ من العمر 39 عاما. ويبدو أن زوكربيرغ أكثر خبرة في ساحة الملاكمة، فقبل 5 أيام فقط كان شارك مقطعا على إنستغرام يظهره في أداء حي لنزال جمعه مع بطل العالم في مصارعة الإخضاع عن فئة وزن الذبابة مايكي موسوميشي. فهل يفوز العصفور الأزرق أم أن المنافسة ستشهد نهاية غير متوقعة قد تكسر غرور ماسك؟ في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. نهاية مأساوية للغواصة السياحية تايتان بعد العثور على حطامها قرب حطام تايتانيك. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تعلن إرجاء المحادثات بشأن السودان. مشروع قرار أمريكي يعتبر استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا مساوياً للهجوم على الناتو.
في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.